التسويف كلمة يعاني منها الكثير من الأشخاص وحتى الناجحين على المستوى الشخصي أو على المستوى المهني. هذه الكلمة هي تؤرق الجميع، ودائما هي سبب لإعاقة الكثير عن تحقيق أهدافهم وطموحاتهم. والكثير من إخواني الأفاضل يتكرر لديه بعض الأسئلة: أنا ليس لدي الوقت، أنا وقتي ليس معي، أنا مشغول جدا، الظروف غير مناسبة، ما زال الوقت الكثير، هناك مهام صعبة ولا أقدر على فعلها. الكثير يردد على نفسه الأسئلة التالية ولا يعرف الإجابة على تلك الأسئلة. والكثير منا أعزائي المشاهدين يجد الأعذار والمبررات كمتنفس له من أجل عملية التسويف أو التأجيل. هذه أيضا إخواني الفاضل العملية تؤجل من أحلامه وأهدافه وطموحاته. عشان هيك أنا اليوم أخي الكريم جايب لك معي اليوم بعض التقنيات والطرق اللي حتساعدك أنه إحنا نعالج هذه المشكلة ونتعرف على مفهوم التسويف بشكل أكبر وأسبابه وطرق العلاج، ونحاول أنه إحنا نتجنبه إخواني الفاضل في حياتنا الشخصية أو على المستوى المهني. وبذكرك إذا أنت مش مشترك في هذه القناة ضروري انه انت تشترك في هذه القناة وتضغط على زر الجرس حتى يصلك اشارات الحلقات اللي احنا نرفعها على قناة اخي الفاضل. وبشوفك بعد هذا الفاصل، وما تنسى تشترك في هذه القناة. أكيد حضرتك الآن مشترك في قناتي، بذكرك أيضا تشترك في قناة الواتس أب الخاصة بهذه القناة والتليجرام، لأنه إحنا بنعقد أخي الفاضل محاضرات تفاعلية وكورسات مجانية. وفي كورس مجاني سوف أعلن عنه إخواني الأفاضل، فمن رغب بالتسجيل في هذا الكورس فليراسلني أخي الفاضل على هذه القناة. ودعوني أبدأ حلقتي مقولة جميلة الحسن البصري حيث قال فيها: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن لك غد فكن في غدك كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. خلينا طمنك عزيزي المشاهد انه انت مش لوحدك اللي بتأجل المهام او تسوفها، بل انه هناك تجربة اجريت على مجموعة من الطلبة في دراسة عام 1992، حيث وجدوا انه من 80 الى 90% من هؤلاء الطلبة يؤجلون مهامهم او يسوفونها، كما ما نسبة 75% من هؤلاء الطلبة اعتبروا انفسهم مسوفون. عشان هيك انت ما تقلق ولا يصيبك الخوف والهلع لانه انت بتأجل مهامك اخي الفاضل، فهذا شيء طبيعي. وخلينا الآن نتطرق إخواني الأفاضل لمفهوم التسويف، واللي إحنا بنعتبره هو عبارة عن تأجيل غير مبرر للمهام والأعمال الخاصة بك في حياتك اليومية، وهو أحد أساليب المماطلة اللي أنت بعيقك عن تنفيذ الأحلام والأهداف اللي أنت بتصبر عليها أخي الفاضل. بنعتبره أنه هو أيضا أحد لصوص الوقت والإنتاجية اللي بتسلب منك أخي الفاضل إنجاز الأهداف والمهام. عشانك لازم تكون حريص أنه أنت ما تكون ضحية لهذا التسويف. وخلينا نتطرق معكم أعزائي المشاهدين لأسباب التسويف أو التأجيل. ومن أحد الأسباب وأهمها هي الرغبة في المتعة اللحظية. وكثير من الأشخاص من إخواني الأفاضل يحاول أنه يحصل على العائد الفوري من المتعة اللحظية من أداء المهام أو القيام بالنشاطات المختلفة، مثل يعني تصفح الفيسبوك، مثل تصفح أيضا المجلات، مثل مشاهدة التلفاز والبرامج المختلفة اللي هي تعود عليه بالمتعة اللحظية. بينما الكثير يؤجل المهام اللي بتساعده على تحقيق أهداف على المدى البعيد وبأجلها للأسف، وهو يؤجل سعادته وتحقيق الأهداف الخاصة به على المدى البعيد. وكلما كان العائد أخواني الأفاضل بعيد المنال، كلما كان التأجيل أو فرصة التأجيل أكبر لدى هذا الشخص. عشان هيك بنقول أخواني الأفاضل إنه المهام الصعبة دائما هي على الأغلب هي اللي بتم تأجيلها وتسويفها لدى الكثير من الأشخاص. وصلنا معكم للسبب الثاني أخواني الأفاضل، وهو تجنب الألم النفسي أو القلق. الكثير من المهام اللي تتطلب المشقة والعناء والالتزام دائما هذه تحتاج إلى جهد أكبر والتزام أكثر لتحقيق نتائج أكثر على المدى البعيد، فبالتالي يقوم أصحابها بتأجيل هذه المهام. وكلما كانت المهام تتطلب أكثر جهدا ومشقة، كلما كانت فرصة التسويف أكبر. عشان هيك كثير من الأشخاص بأجلوا هذه المهام إخواني على فاضل. مثال ذلك يعني الأكل الصحي، ممارسة الرياضة، الذهاب إلى الجيم. هذه المهام إخواني الفاضل بتتطلب أو بتحتاج إلى جهد كبير، عشان هيك يقوم أصحاب بتأجيلها. وكلما كانت المهام أكثر مشقة وأكثر جهدا والتزاما، دائما أكثر فرصة للتسويف والتأجيل إخواني الأفاضل. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لمخاطر التسويف، وبنحكي أنه مخاطر التسويف إخواني الأفاضل تتركز في ثلاثة نقاط رئيسية. النقطة الأولى أنه التسويف يعتبر هو قاتل لنفسك ولمهاراتك ولقدراتك، وللأسف أنه أنت ما بتستخدم هذه المهارات في الوقت والمكان المناسب، مما يعيق من تحقيق الإنتاجية المرجوة وتحقيق الأهداف الخاصة بك، خصوصا في خلال العام 2021.
20. والنقطة الثانية من مخاطر التسويف أنه أخي الكريم يفسد عليك راحتك. تذكر عندما أنت قمت بتعب وإنجاز مهمة وتأديتها ثم أخذت قسط من الراحة، وتذكر عندما كان عليك مهمة أو تأدية أو قراءة مثلا لامتحان وانت رحت سوفت وما قرأت لهذا الامتحان، تذكر الراحة اللي انت أخذت بعد هذه المهمة وبعد هذه المهمة. شو المقارنة بين الحالتين أخي الفاضل؟ أترك المقارنة أو وجه المقارنة لك، وشوف الراحة اللي انت بتحظى فيها في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية. أما بالنسبة للنقطة الثالثة في خطورة التسويف، أنه أخي الفاضل أنه بيركز على تأجيل المهام اللي بتأثر في تحقيق أهدافك وتحقيق النتاج على المدى البعيد. عشان هيك إخواني الفاضل لازم أنه إحنا نتخلص من هذه المشكلة، مشكلة التأجيل والتسويف، لأنه هي بتأجل من عملية التقدم وتحقيق النتاج والأهداف اللي أنت دائما تتمناها في حياتك أخي الفاضل. وبعد ما ذكرنا أعزائي المشاهدين مخاطر التسويف، الآن إحنا إن شاء الله سوف نأتي للحلول، وهذه الحلول الإخوان الفاضل هي حلول بسيطة وأنا حاولت إنه تكون عملية عشان أنت تحاول تطبقها وتستفيد منها قدر الإمكان. وأول نقطة هي المثالية أو البيرفكشنزم. البيرفكشنزم إخوان الفاضل هي السبب الرئيسي لتأجيل الكثير من المهام والأعمال الخاصة بنا، وكثير بيعاني من هذه المثالية بسبب إنه خوفه من الفشل أو الخوف من الوقوع بالأخطاء، وهذه هي سبب رئيسي لتأجيل الكثير من المهام وتأجيل نجاحاتنا وتحقيق أهدافنا إخواني الأفاضل. والنقطة الثانية أعزائي المشاهدين، أنه لازم يكون عندك وعي رائع بموضوع التأجيل، أنه لو أجلت هذه المهمة شو اللي حيصير؟ طيب لو أنت عملت المهمة هذه في وقتها المحدد، ما هي النتائج الإيجابية اللي حتعود عليك أخي الفاضل؟ اعمل تمرين بسيط، يعني حاول أنه أنت يعني تضع 3 نقاط إيجابية للمهمة اللي أنت نفذتها في موعدها المحدد، وحاول تحط أيضا 3 نقاط سلبية للمهمة لو أنت أجلت هذه المهمة وعملها في موعدها الغير محدد. إذا حاول أنه أنت دائما تركز على الوعي بالنتائج الإيجابية اللي حتحصل عليها من جراء تنفيذ هذه المهمة في موعدها المحدد. أما بالنسبة للتقنية الثالثة فهي يا إخواني الفضل، قسم المهمة الكبيرة إلى عدة مهام وأجزاء صغيرة. أنه دائما أخي الفاضل إذا أنت حبيت تحقق هدف كبير جدا أو حلم كبير جدا، حاول أنه أنت تقسم هذا الهدف أو هذا الحلم إلى عدة أهداف صغيرة، وحقق كل هدف صغير كل على حده. هيك أنت بتتغلب على أنه أنت تحقق الهدف الكبير، وهيك أنت بتبطل عندك أخي الفاضل موضوع التأجيل أو العملية النفسية الخاصة بموضوع التأجيل. ليش؟ لأنه لما أنا أرى الهدف الكبير سوف يكون هو فرصة تأجيله أكبر، بينما عندما أقسم هذا الهدف الكبير إلى عدة مهام صغيرة سوف يكون من السهل علي البدء في تنفيذ هذه المهام الصغيرة كل على حدها، وبحاول أنه دائما أنا أنجز فيها، وكل مهمة بجزها بتكون دافع أني أنجز المهمة الثانية، وهيك أنا بحقق الهدف الكبير إخواني الأفاضل، وهيك أنا بكون كسرت الحاجز النفسي اللي بيعمل لي العقل الباطن جراء أنه أنا صعوبة هذه المهام والعمل على تنفيذها أو تأجيلها وتسويفها. أما بالنسبة للتقنية الرابعة أخوان الفاضل فهي دائما أنه إحنا مشكلتنا في البدايات. إذا أنت بديت صح حتكمل صح، إذا أنت ما بديت صح حتيأس وحتحبط وحتأجل هذه المهمة وتسوفها. عشان هيك بنقول لك أخي الفاضل دائما ابدأ بالمهمة الأسهل ثم بعد ذلك الأصعب، فالأصعب ثم الأصعب. ليش؟ لأنه دائما لما أنا أبدأ بالأسهل أخوان الفاضل بكون عندي دافعية وسعادة نحو الإنجاز والإتقان، ودائما يعني بكون أحوج أنه أنا دائما أكمل. ليش؟ لأنه أنا بديت سهل وبديت ومشيت في الإنجاز، فبالتالي حيكون من السهل علي إنجاز باقي المهام. وهذه التركة خطيرة جدا، عشان هيك دائما بحكي لك إنه ما تغتر بنفسك، وحاول دائما تبدأ ستيب باي ستيب أو تبدأ بالخطوة الأسهل ثم الأصعب. وصلت معكم أعزائي المشاهدين للنقطة الخطيرة والأخطر في هذه الحلقة، أنه أنت دائما تخصص من 20 إلى 30 دقيقة للمهمة اللي أنت بدك تشتغل عليها واللي دائما بتسوف فيها، ما تزيد عن ذلك، 20 دقيقة أو 30 فقط لا غير. وحاول بعد هذا الوقت أخي الفاضل أنه أنت دائما تكافئ نفسك، يعني بمشروب مفضل، بجلسة استرخاء، بمشاهدة يعني مباراة، بشاهدة حلقة معينة، بأنه تتصفح السوشيال ميديا، لكن أنه أنت ما تزيد عن 10 دقائق وقت راحة وبعد ذلك ترجع استمرار في المهمة اللي انت اشتغلت عليها في البداية، ولكن ما تزيد عن 20 إلى 30 دقيقة. طيب شو الهدف من هذه القصة اخي الفاضل؟ انه انت تكسر الحاجز النفسي المتولد لديك عند البدء في تنفيذ هذه المهمة، وهو المتعة اللحظية او الحصول على المتعة اللحظية او العائد الفوري اللي حكينا عنه من اسباب اللي هو التسويف. اما بالنسبة للنقطة الثانية ايضا هو تجنب الالم النفسي اللي برابطك عند البدء في هذه المهمة، وحكينا هذه النقاط من اسباب التسويف.
التسويف او تاجيل المهام. عشان هيك بنقول لك اخي الفاضل هذه نقطه خطيره جدا، وهي اللي حتساعدك بشكل كبير على انه انت تقضي على موضوع التسويف لديك. وصلنا معك عزيزي المشاهد لنقطة أساسية، وهي ابعد كل المشتتات ومضيعات الوقت والملهيات عنك وانت بتنفذ المهمة. ما تحاول تكون يعني واثق من نفسك وجدير بالثقة وتغتر بنفسك وبقدراتك وبمهاراتك، حاول انه انت تبعد كل الملهيات عنك اخي الفاضل، وما تكون قوي في هذه اللحظات. ركز فقط على المهمة اللي انت بتنفذ فيها فقط وفقط وفقط. ليش؟ لانه الخبراء بيقولوا اخواننا الفاضل انه انت تركز ساعة واحدة على المهمة افضل من عام كامل انه تشتغل على نفس المهمة في التركيز طبعا المشتت. عشانك بنقول لك حافظ على تركيزك وانت بتشتغل في المهام اللي انت بتشتغل عليها. وخلينا نصحك نصيحة من القلب في اخر هذه الحلقة اخي الفاضل، حاول ان انت تخلي الجوال او الشيء اللي فيه سوشيال ميديا مع الحجة. ليش؟ عشان ما تلتهي وما تنشغل. الحجة نعمة كبيرة من الله، خلي معاها الجوال عشان انت ما تنشغل عن تأدية المهام اللي بتحقق لك اهدافك واحلامك. وانا يعني بدعوك انه انت تسجل معي في الكورس المجاني اخي الفاضل. من يشاهد في كورس مجاني ان شاء الله سوف نبدأ به، هذه حتكون مفاجأة وقنبلة للمتابعين الخاصين بي بقناة 10 minutes. أنا بحكي لكم يعني في النهاية شكرا للمشاهدة، وبتمنى أن تكون الحلقة هذه أعجبتكم، وإن شاء الله ما تكونوا من المسوفين وما تأجروا مهامكم. وخليني يعني أذكركم بضرورة الاشتراك في قناتي وتضغط على زر الجرس ليصلك الجديد منا والبرامج والكورسات والحلقات اللي احنا بنرفعها. بشوفكم على خير في الحلقة القادمة، وبني حديثي بقول الله عز وجل ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وعليك المصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.